الفيزيكس ما تحبوه، الجروث ما تحبوه، لا شو تحبوه مثلا؟ نلغي المادة أحسن. أنا تبغى. هو أنا تبغى. تمام، تبغى. هذا الموضوع جاف، لا أنا الفيزيكس أنا أشوفه زين تبغى، أنت شوي بس تقرون يجي الموضوع. بس هذا موضوع جاف، يعني كل ما نشرح كل ما واحد يقرأ ينزار أسهل، لأنه يعني خيال قديم الطفل الأول ما يتكون، يعني منو حيتذكر شو حيتذكر شو ما ممكن يقدر يتخيله، صعب. فعلى هو موضوع يعني صعب وكله صعب وجدا صعب، والله سهل الأخر. وعدد محاضرات هواية، تقريبا 4 محاضرات وكله شرح صراحة. ألغيها؟ ألخصها؟ أنا اللي أحكي بالمحاضرة هو الملخص مالي، ما أجيب كلمة زايدة عن اللي أحكي. على مهم ننتبه، عندنا مصطلحين، تب عندنا growth وعندنا development. شنو الفرق بيناتهم؟ أحكوا أحد يعرف شنو الفرق؟ يعني هو كلتنا إحنا هاي كلمتين إحنا نستخدمهم صح؟ يعني مستخدمين growth، مستخدمين development. ايه قول لي دكتور، growth يكبر بحجم، development يتطور على قد الكبر. اها ممتاز جدا. growth هو increase in the number or size. growth increase in the number or size، يعني حجمه صغير يكبر، عدده قليل يزداد. خليه واحده تصير 4 خلايا، 4 خلايا تصير 16 خليه وهكذا، أو حجم الخلية صغيرة تبي تكبر. increase in the number or size. لكن development هو increase in the complexity in the speciality of the organ. يعني الأورغان اللي يتكون وكبر حجمه بالجروث راح يبدي يتخصص، يصير أكثر متخصص. خلايا فيزيائية كيميائية وهكذا، أي نوع شيء تابع حسب الكومبلكسيتي، هذا يسمونه development. يعني كل جزء جسمنا راح يصير بي growth ويصير بي development. الgrowth عنده علاقة ويا الأناتومي. الgrowth علاقته مباشر ويا الأناتومي، لكن الdevelopment علاقته ويا الفيزيولوجي. يعني أنا من أحكي development أحكي something is related to physiological condition مال organ، لكن من نحكي growth راح نحكي كأنه أناتومي. تمام؟ يعني هسه أنا هذا growth وdevelopment، يعني أحمد قال يعني نلغي، ما لا مو أحمد قال، حسن قال نلغي؟ نلغي؟ سهل نلغي، شو نسوي بي؟ نحتاجه؟ لا ما نحتاجه. على مهم ننتبه، هو صحيح هو خلنا نلغي، بس هو مهم، لازم اعرف اهميته شنو. يعني ليش انا قاعد ادرس الجروث؟ ليش هذا التطور التغير اللي يصير عبر الزمن قاعد احتاجه قاعد اخذه؟ ليش احتاجه لمجموعه من النقاط. اول شيء لازم اعرف الايديولوجي اوف مال اوكلوجن. يعني انتم بتجون تعالجون اي مال اوكلوجن، العلاج هو شيء ظاهري، يعني عندكم شيء ظاهري وقاعد تعالجون، لكن لازم نعرف المسبب. يعني مرات الاطباء يعالجون مال اوكلوجن يمشي الامور وياهم، يعني شنو يمشي الامور وياهم؟ يعني يعالجوه يخلصوه يبقى المال اوكلوجن ما يرجع بعد. اكو اطباء يعالجون مال اوكلوجن ورا ما يروح البيشنت المال اوكلوجن يرجع. سببه شنو؟ سببه اكو عدم تنسيق بين الايتيولوجي اوف ذا كيس وبين الابيرنس اوف ذا كيس. يعني تجينا كيس مثلا ميدين دايسما، فراغات موجوده بين سنين، تمام؟ سديت الفراغ، راح البيشنت خلص العلاج رجع براها، رجع الفراغ. ليش؟ لانه انا ما عالجت الشيء الظاهر قدام هو الفراغ، لكن ما عالجت المسبب مال الفراغ، تمام؟ فاذا
انه واحد يعرف الايتيولوجي اوف مال اوكلوجن. هاي نقطه مهمه. الايتيولوجي اوف مال اوكلوجن عنده علاقه ويا الجروث اند ديفلوبمنت، تمام؟ ليش عنده علاقه ويا الجروث والديفلوبمنت؟ راح نرجع الى نقطه رقم 2، لان هوايه من الكيسات اوف مال اوكلوجن اللي احنا عندنا اياها الكوزيتيف فاكتور مالتها هو سكيليتال فاكتور، مو لوكال فاكتور، سكيليتال فاكتور عنده علاقه ويا البونز، عنده علاقه ويا الجروث. السكيليتال فاكتور اللي يصير عنده مشكله بالسكيليتال معناها هذا المشكله اللي تصير بالسكيليتال فاكتور انه عنده علاقه ويا الجروث. يعني الجروث هو العامل المسيطر. يعني مثلا اكو كيسات كلاس 2 سكيليتال بروبلم، تمام، نعالجها في بدايه العلاج بيصير فد ريسبونس كلش ممتاز ونحصل على ريزلت كل زينه. البيشنت يروح فد 6 اشهر، ما قبل يكون بالسنوات، 6 اشهر 4 اشهر يروح يرجع اشوف صاير ريلابس. ليش؟ لانه الجروث فاكتور مال البيشنت اشتغل عندي، تمام؟ فاذا انا من عرفت الايتيولوجي مال البيشنت هو سكيليتال بروبلم واكتشفت السكيليتال بروبلم وعالجته بالوقت المناسب، سويت دايجنوزيس مضبوط، سويت كنترول على التريتمنت بلاماتي مضبوط، تمام؟ اضافه انه احنا اكو ديزاين من التريتمنت اللي راح ناخذه خلال هالسنه اللي هو يسموه ماي فانكشنال ابلاينس. هذا الابلاينس يشتغل على الجروث فاكتور فقط، على العامل الجروث. لازم نشتغله في وقت محدد اللي هو الاكتف جروث تايم. كل شخص من عندنا باكتف جروث تايم، هذا الجروث تايم لازم احنا نستغل هذا الوقت من البيشنت، من امر البيشنت ونشتغل عليه. اذا نتجاوز الاكتف جروث تايم الريسبونس راح يقل وما نحصل على ريزلت، واذا بلشنا قبل الاكتف جروث تايم ممكن حنطول التريتمنت وناثر على الكوبريشن اوف ذا بيشنت. صارت واضحه؟ مفهومه لحد الان؟ تمام. اكو نوع من التريتمنت يحتاج انه الجروث يكون متوقف اللي هو الأورثوغنافيك سيرجري. من ندخل بالسيرجري بعالم الأورثوغنافيك، الأورثو زائد سيرجري، مهم إنه يكون عندي عامل الجروث متوقف، مهم، تمام. النقطة الأخيرة اللي عندها علاقة الجروث لازم ندرسها إنه الجروث عند direct relation with the retention period. شو retention period؟ هو parts اللي احنا منسوي active growth time. active growth time بلشنا خلصنا التريتمنت مالتنا، ولا ما خلصنا active growth time مالتنا، خلصنا التريتمنت مالتنا، وراه يبلش الريتينشن بيريد، الفتره اللي احنا ننطي time for stability of the result. احنا حافظنا على الريزلت، حصلنا على عالجنا المالوكلوجن عندنا، يعني من نوصل الى هذا التايم اللي هو الريتينشن لازم نلبس البيشنت ريتينر. اكو ادفد نقطه كلش مهمه، اذا كان سكيليتال بروبلم، يعني اذا كان عندي بيشنت كلاس 3 وسكيليتال بروبلم مالته هو المانتبل، وعندي بيشنت ثاني كلاس 3 وسكيليتال بروبلم مالته هو ماكزيلا. الكلاس 3 اما المانتبل تكون بارز او المانتبل الماكزيلا هي الراجعه. فاذا كان البيشنت رقم واحد اللي هو سكيليتال بروبلم وكلاس 3 والمانتبل هو السبب، هذول الأشخاص يحتاجون إلى فترة ريتينشن أكثر من الأشخاص اللي عندهم سكيليتال كلاس 3 والبوزيتيف والماكسيلا، والسبب للجروث. الجروث أوف ماندبل يستمر فترة زمنية أطول وأكثر من الجروث أوف ماكسيلا. ماكسيلا الجروث مالتها يصير توقف مالتها قبل ما يصير الجروث أوف ذا ماندبل، تمام؟ يا تشوفون شلون ربطنا الجروث والديفلوبمنت ان ديفرنت اسبيكتس بالتريتمنت بايتم الاورثوتيك تريتمنت، تمام؟ صارت واضحه؟ زين. هسه راح نرجع للاصول مال الجروث. ايتش فيتوس راح يمر بثري ستيج اوف ديفلوبمنت. ستيج نمبر 1 يسموها بالبروليفريتيف ستيج او بيريد، يبلش من التايم اوف فيرتلايزيشن تو ذا 2 ويكس
of embryonic life. إلى عمر أسبوعين من embryonic life 14 يوم. يعني أول ما يبدي يتكون أن يصير عند fertilization إلى أن يصير عمره أسبوعين راح يصير هذا يسموها بالproliferative period. راح يصير عندي فت خلية صغيرة. هاي الخلية الصغيرة تتألف من 46 كروموسوم 23 from each gamete. هاي راح يصير بها mitotic division. الميتوتيك ديفيجن راح يتحول الخلايا إلى 6 خلايا. من خلايا راح يصير inoculation of the fluid from surrounding condition. راح يصير بلاستوسايت. البلاستوسايت سموه الموريولا، والموريولا راح تبدي تتكون تغذي نفسها. راح يصير عملية الفورميشن اوف ذا الامبريو. هاي كمرحلة أولية. المرحلة الثانية لو ننتبه عليها يسموها بالامبريونيك بريد. هذا من عمر 2 ويكس until 8 week. هذا البارت، هذا second stage, second period يعتبر the most important period of the time. لأن the most of the organ and organic systems going to be developed during this period of time. يعني خلال ال embryonic time كل ال organic system الموجود للطفل حيبدي يتكون. هاي الفترة الثمان أسابيع الأولية هي تعتبر الفترة الثلاث أشهر الأولى من البريغنانسي تايم. هاي تعتبر فترة كلش مهمة، يعني كل السيستم راح يبدي يتكون البرايمري ستيج من عندها. تمام؟ ثالث ستيج اللي هو الفيتوس اللي راح يكون من عمر 8 أسابيع إلى عمر 9 أشهر of the tail end of the pregnancy period. هاي الفترة راح نشوف إنه راح يصير more development أكثر مما يصير عندي عملية الgrowth. يعني يصير complexity أكثر بالorganisms الموجود عندنا. لو ننتبه هاي الصورة اللي عندنا إياها أقفى نقطة كلش مهمة لازم ننتبه عليها. أول ما تبدي المعالم تتوضح مع الطفل، انتبهوا، أول ما تبدي تتوضح الطفل راح نشوف إنه هاي مثلاً في هاي الصورة رقم 6 ويك إمبريو، تشوفون 7 ويك، تنتبهون هاي الفترة بالذات. ننتبه إنه الهيد يمثل لي تقريباً half of the total body length. صح؟ يعني المنظر الأول اللي تشوفوه كأنه كله هيد. صح؟ انتبهوا الصورة الأخيرة، الهيد موجود صحيح بس التوتال بادي لينك ازداد أكثر. تمام؟ إذا الأكتف تايم مالتهم خلال هاي الفترة كل ما يستمر الوقت راح نشوف إنه التوتال بادي لينك مال فيتاس يبدي يزداد أكثر ويبدي حجم الهيد مقارنة ويا التوتال بادي لينك يقل. يعني إلى نص البريجنسي تايم حيكون التوتال بادي لينك الهيد بالنسبة للتوتال بادي لينك تقريبا الثلث، وأول ما يولد الفيتاس حيكون الربع. تمام؟ وراح أخذ بعدين التطورات اللي تصير من يوصل للأدلت. بس إحنا كلنا أدلت نشوف إنه التوتال بادي لينك مالتنا الهيد شي مثل الربع؟ لا، ثمن. يشوفون يعني معناها الكونتينوس مال اكتيفيتي مال الجروث مال الليكس مال البادي ليك هذا كلها ترام كلها تزداد بعدين. الاكتيف تايم مالته وين يصير؟ هاي المراحل الاوليه. تمام؟ هاي نقطه كلش مهمه. تمام؟ زين، هسه راح ناخذ امبريولوجي، راح نعرف يمتى تتكون هاي الكومبوننتس المختلفه. أول ملامح تبدي تتكون عندي تقريباً بالـ second week of embryonic life من يصير عمر الجنين أسبوعين. ها أول ملامح تبدي. الملامح تتوضح بالـ third week. راح ننتبه راح يصير عندنا فد عجينة. تشوفوها؟ العجينة أكو بالنص فتحة، هذا يمثل الـ primitive oral cavity. يعني تصوروا
عندنا كتلة عجينة بنصها اكو فتحة، هاي الفتحة يمثل لي البريميتيف اورال كافيتي، تمام؟ الابر بارت مالتها يمثل لي الفرونتال بروسيس. من الصفحتين راح يصير عندي الماكسيلاري بروسيس. من اللور بارت راح يمثل لي المانديبولاري بروسيس. انتوا قاعد تنتبهون الفرونتال بروسيس حيمثل لي الفرونتال بون، تمام؟ ماكسيلاري بروسيس حيمثل لي الماكسيلا. المانديبولاري بروسيس حيكون لي الماندبل. داير ما دايره راح يصير عندي هذا الاوبننج، هذا الاوبننج راح يسموه البريميتيف اورال كافيتي. اول ما يتكون الاورال كافيتي يسموه بالستوموديوم، هذا امبريو بحت، تمام؟ فشي بسيط خلال هاي اول ثلاث اسابيع من الامبريونيك لايف. من نوصل للفورث ويك راح ننتبه، شوف شلون هي، شو تعرفون شلون يصير؟ يصير يعني proliferation of epithelial cells، تبدي تتكون طبقات من الخلايا، طبقات فوق طبقات، كل ما تزداد على الطبقات يصير deepening. يعني انتو تصوروا انه هو فتشي عجينة ملامحها مو واضحة، تبدي شوية شوية تنضاف طبقات، هاي الطبقات كل ما تزداد الطبقات، يعني تشوفون الصورة شفتوها قبل شوية، شوف هاي الصورة مثلين ولا هاي صورة تخطيطية يعني، بس البارتس تتوضح أكثر، تشوفون؟ تشوفون هذا الماكسيلاري بروسيس شلون توضحت أكثر، مانجولاري بروسيس شلون توضحت، فرونتال بروسيس، كل ما تنضاف طبقات تصور يعني هي فد نقطة صغيرة متكونة بدائرة مدارها دوائر، انت تجون تضيفون على الدوائر طبقات طبقات، شو يصير بهاي الفتحة؟ تعمق، يصير ديبينينج، صح لو لا؟ تعمق هاي البريميتيف اورال كافيتي، تمام؟ حنشوف من نوصل للفورث ويك بين الفورث والفيفث ويك، هذا الكلام يعني تدريجي يعني ويا الصور. شو حنشوف؟ يشوفون راح يتكون عندي دبل، هذا ضمن المنطقة الفرونتال بروسيس، فمنطقتين هذول النقطتين هاي مثلاً هاي منطقتين يسموها بالنيزل بلاكوتس اللي راح يكون لي النيزل كافيتي، هاي الفتحتين، هاي الفتحتين كلش مهمة، معلم شكلها حلو تشوفون بس تخبلوا كلش يعني شكل فتشي على الرغم يعني فتحة الخشم بالكبار ما حلوة بس من هو يكون فيتس يكون كلش حلوة صحيح؟ ينتبهوا راح يصير فت خطين، خط واحد تبو، خط واحد خط اثنين، خط واحد خط اثنين. بالأناتومي ماخذين عندي هذا الميدلاين، أي شيء قريب من الميدلاين يسموها بالميدل ميديال واو، ويكون بعيد عن الميدلاين عافية عليكم. إذن من النيزل بلاكوتس كل ما هاي النيزل بلاكوتس يصير بها ديبينينج راح يصير عندي بيتس نيزل بيتس، وبالتالي راح يتكون عندي تو امبورتنت بروسيس ميديال اند لاترال نيزل بروسيس، هذا الميديال نيزل بروسيس وهذا اللاترال نيزل بروسيس، تمام؟ هاي البارت راح تنتقل راح يصير كونتينيوس جروث ديفلوبمنت، كونتينيوس جروث اند ديفلوبمنت الى ان تلتقي. تشوفون تشوفون المعالم شلون قصه تدريجيه، تبوا تشوفون يعني نقاط صغار هاي نيزل بلاكيتس الى تحول الى نيزل بيتس ولا نيزل بيتس التقت التقت الى ان قامت تتكون عندي نيزل كافيتي. هاي البارت تلتقي وحده ويا الثانيه، اهم واحد هو الميديال نيزل بروسيس لانه الجروث مالتها اسرع من اللاترال نيزل بروسيس، تلتقي ويا وحده ويا الثانيه راح تلتقي ويا الماكسيلاري بروسيس، راح تلتقي ويا الفرونتال بروسيس، يعني احسن احنا هذا ضمن المنتصف صارت صحيح، فوق عندنا فرونتال، الصفاح عندنا ماكسيلاري، اللور عندنا مانجيبولار، النيزل بلاكوت وين صارت؟ بالمنتصف. تشوفوا شو قاعد تدريجي الميديال نيزل بروسيس التقت وحده ويا الثانيه كونت لي ويا الفرونتال بروسيس سوت لي نيزل فلترا، هذا المنتصف تمام؟ التقت ويا الماكسيلاري بروسيس كونت لي البرايمري بارت من الماكسيلا، هاي البري ماكسيلا، كونت لي الالفيولار بون هاي مال ابر ارتش، كونت لي الابر ليب، تشوفون؟ هاي المنطقه كلها تكونت، اذا لو نرجع لاصول هاي المنطقه
هي منين جايه؟ من الميديا نيزال بروسس، تمام؟ هاي كلها تصير تبو خلال السيفنث ويك اوف امبريونيك لايف. سيفنث ويك يعني كم شهر صار له؟ شهر ثاني مو؟ صح لا؟ انا اعطيكم فد شيء مهم. يجي الطفل ولد وعنده كليفت لب، تعرفون كليفت لب؟ هاي عنده ديفكت باللب. اتوقع انه هذا الشخص صار عنده ديفكت، الجماعه الاخيره عندي، انه هذا الشخص صار عنده ديفكت بالجروث بخلال السيفنث ويك، يعني خلال هاي المرحله. صور بعمر شهرين الجنين صار اكو ديفكت بالجروث، ادى انه من يولد يصير عنده كليفت لب، تمام؟ فهذا مهم انه نعرف. يعني لو يعني الشخص من يولد صار عنده، خلينا نقول هو ما عرف انه هو كوزيتيف فاكتور مالته انه يعني هيرديتري كونديشن. اذا ردنا ندور على الاسباب، لازم ندور على الاسباب اللي تصير خلال مرحله الجروث مالته. بس مو انا اجي فيك اي وقت ادور، لا، خلال الفيرست تو مانث من الامبريونيك لايف، تمام؟ هاي الفترة المهمة لازم أنا أعرفها. بالسيفنث ويك يعني ما صار له وعي، صار له تقريبا شهر وثلاثة أربعة، تمام؟ نحن نعرف إذا عندنا الخلل موجود بهاي المرحلة. فيما يخص اللاترال نيزال بروسيس من الصفحة الثانية، راح يلتقي ويا الماكسيلاري بروسيس، راح يكون لي another part مهم اللي هو اللاكريمال داكت، اللي انت علاقه ويا الاورتال كافيتي، تمام؟ زين، يعني حتقرون المحاضره عباره عن ثلاث صفحات او اربع صفحات. الاولى من المحاضره هي عباره عن كلام طويل، بس المختصر مالته هو هذا اللي انا قلته، وهو المطلوب. يعني لازم نعرف البارت الرئيسي من كل واحد من عنده يمتى صار وشنو الاوريجن مالته فقط. يعني ما يحتاج تدرخون، ما يحتاج، انه هذا ماده جافه يعني ما يفيد الدرق فيها، يعني ما ممكن واحد يجيبكم سؤال درق عليه. زين، هاي التغييرات كلها اللي تصير، لو تشوفون شلون قاعد يتصور عندي كلها قاعد يتكون. ننتبه البارت المهم بالأورال كافيتي اللي عنده علاقة ويا الدنتست هو البلت. الأكتيف جروث تايم مالتها اللي تيجي تتكون تقريبا بال 6 ويك اوف امبريونيك لايف. احنا عرفنا المصدر مالته منين حيكون، راح يدخل عندي النيزال بروسيس والفرونتال بروسيس والماكسيلاري بروسيس، هاي الاساسيات مالتها. بس شلون راح يتكون؟ عمليه تكوين البلت تختلف عن بقيه الكومبوننت شويه معقد. البلت عندنا انتيريور بارت من البلت وعندنا بوستيريور بارت من البلت. ما عنده علاقه بالانتيريور والبوستيريور. العمليه الديفلوبمنت مالتها عندنا الماكسيلاري بروسيس راح ينطيني فتو امبورتنت بروجكشنز. هذا الماكسيلاري بروسيس راح ينطيني تو امبورتنت بروجكشنز يسموها باللاترال باليتاين شيلفز. يعني الماكسيلاري بروسيس راح ينطي فتو امبورتنت فالاكستنشن من عندها تطلع، هذول يسموها باللاترال باليتاين شيلفز. وضعيتهم هالشكل، انتبهوا هالشكل، ها شنو vertical و horizontal؟ vertical، تمام؟ اثنين two important palatal shapes، هذول الاثنين راح يتكونون. هذول المفروض يصير بهم الحركة الآتية، تابو انه يستمر ال growth و proliferation مالتهم in this direction، تمام؟ وبعدين يصير عندهم horizontal direction على مود يصير الفيوجن. تشوفون اكو تعقيده بالحركه، تب يعني هي الاورينتيشن مال الشيلفز يكون vertical
والفيوجن هوريزونتال. اذا معناها لازم هاي البلاتان شيرز شو تصير بيها؟ تتغير الاورينتيشن مالتها من الفيرتيكال للهوريزونتال. عندنا بعد مشكله رقم 2، هاي مشكله رقم 1. طب عندنا مشكله رقم 2، اثناء الجروث والديفلوبمنت اوف ذا بلاتان شيرز راح ننتبه انه راح يكون عندي projections between these shelves بالمنتصف. إذا عمو بلاتان شيلف بالمنتصف عندي projections، هذا projection ويكون مستوى صاعد. هذا بلاتان شيلف راح ينزل يلتقي يلتحم واحد ويا الثاني. أريد أطلع لكم صورة قبلها. طب بقى شوف هذا البروجكشنز قاعد يتكون. تشوفون الاورينتيشن مالتها عباره عن فيرتيكال. اكو فد بروجكشن بيناتهم قاعد ياثر على الالتقاء مالتهم او الفيوجن. تشوفون هذا الكومبوننت، هذا من هو؟ التانك. يعني اثناء البلاتان شيلز من تريد تتحرك تلتقي واحد ويا الثاني، اكو فد شيء قاعد يقوم هو التانك. لكن العملية قصير كالآتي. أثناء هاي two movements اللي هو الشيلف يصير proliferation وتتحول من vertical للhorizontal، نفس الوقت قاعد يصير dropping of the tank. التانك قاعد ينزل التانك وهذول الشيلفز تلتقي واحد ويا الثاني، شي يكون لي pellet. صار عندي three important points. أول شيء عندنا عملية تكوين الشيلفز. ممكن الماكسيلاري شيلفز تنطي، ممكن ما تنطي، هاي أولا. ثانيا عملية تحويل من الأورينتيشن من للهوريزونتال رقم 2، ورقم 3 dropping of the tank. زين dropping of the tank يعني ليش قاعد يصير هالحالة؟ تنزل مضروب. حلو وحد حاين اقول لكم اياها. يعني لحد الان عمليه دروبينج اوف تانك امر محير للعلماء. احد الافكار والدراسات كانت هاي بالضبط، انه الماندبل يتكون مو من يصير جروث اوف ذا ماندبل، ينزل ان داونورد دايركشن التانك ينزل وياها. هذا ذا موست يعني اكسبتبل ثيوري. تمام. اكو ثيوري ثانيه يتكهنوها العلماء، انه اثناء هاي الموفمنتس مال الشيلف الهيد اوف ذا امبريو از موفد ان ابورد دايركشن. يعني التانك يبقى بموقعه، الهيد هو قاعد يتحرك ان ابورد دايركشن، الشيلفز بلاتان شيلفز تصعد وياها ويصير يبتعد عن مستوى عن التانك ويلتقون. لا هذا مقنع. لا غريب، هذا ما راح يصير. يعني صغير هذا كثير، يعني وين صاير هذا كون عمال نغض من الضايع. انا ما ان الحاضرين منه يؤيد النظريه الاولى. هي مو يؤيد النظريه الاولى. زين ومن يؤيد النظريه الثانيه؟ زين منو عنده نظريته الخاصه؟ والله يعني انا افضل اذا عندكم نظريات احنا نقترحها، نروح على المجلس العلماء شوف منو اكو، نقول لهم بقى ترى احنا عندنا علماء صغار. بس يعني ما ماخذ هي تو ثيوري. الثيوري رقم واحد انه movement of the mandible راح يسوي dropping of the tongue، هي most expected theory most acceptable one. The second one انه head of the embryo move in upward direction، هالثاني هو pelletan shells تسير in upward direction. تمام؟ اذا صار عندي هاي الثيوريز وصار عندي ال three components الرئيسيه الى ان يلتقون يصير يتكون عندي pellet. Any defect. Yep. Any defect in these three stage of development of the pellet راح يصير عندي cleft of the pellet. تمام؟ لهذا
لهذا قد تشوفون يعني ما صار عندي cleft in other parts of the skeleton. الكليفت الوارد اكثر هو الكليفت اوف ذا باليت. سببه لانه عمليه الجروث والديفلوبمنت اوف ذا باليت something is complicated, اكثر complication بالموفمنت مالتها. يعني هي مو عمليه جروث انه يزداد نمبر اوف سيلز, يصير سبيشالتي اكثر, تزداد الحجم مالتها, تتخصص اكثر, تبرز اكثر. لا, هي فد نوع من التغييرات بها موفمنتد, يعني movement of the palatal shelves أو تغيير الorientation, movement of the tunnel. كتشوفون هاي كلها لازم تصير على نحصل على نتيجة نهائية اللي هو البلد. لهذا ال cleft of palate is more يعني incidence مالتها أكثر من ال cleft of the lip لأنه more complicated development مالتها. تمام؟ طبعاً الشخص اللي يكون عنده cleft lip و palate يعني شخص يعاني طول حياته, يعني لأنه يدخل عمليات من هو أول ما يولد إلى أن يكبر. تمام؟ المال أوكلوجين اللي ممكن أواجهها خلال عملية الديفلوبمنت أوف ذا باليت. افتنان بوراثة نوصل هاي النقطة. طب ممكن يصير تشوفون هاي البيشنت عنده يعني كليفت أوف باليت, تشوفون الفراغات الموجودة بالاكس راي تلاحظون هاي عباره there is no bone هاي المنطقه. تمام, هاي المنطقه تصوروا يعني انتو بون موجود بيصير ديفلوبمنت اوف دنتيشن. تمام, يعني حيأثر على دنتيشن, ممكن ياثر لي على عده شغلات بالدنتيشن. فزين هذا كله حكينا كان عن سكيليتون بارت, بس التاثير الكليفت راح يكون وصل تاثيره على الدنتيشن همين. تمام, راح يولد لي different type of malocclusion. من بين types of malocclusion ممكن يصير تأثيره راح يأثر لي على number of teeth. number of teeth ممكن التوث جرم بمنطقة الكليفت ما تتكون. منطقة الكليفت عادة تصير بمنطقة البريمانزلة الأغلبية, ممكن يصير بالبوستيرير سيجمنت بس الأغلبية تصير بالبريمانزلة. تأثيره يكون على منطقة اللاترال انسايزر, يعني ممكن الشخص اللي يولد وعنده cleft palate اتوقع ممكن يكون عنده congenital missing of lateral incisor. ليش؟ لانه الكليف بالضبط صار في منطقة الجرم of lateral incisor, ما تكون الجرم والنتيجة صار عندي deficiency in the number of teeth. تمام؟ او يصير عنده فد اختلال بالgrowth system وبدل ما يصير عنده congenital missing راح أشوف إنه عنده increase the number of tooth germ. يعني منطقة الكليف تحفز على إنه tooth germ الموجودة داير surrounding area إنه تكون tooth germ بعد أكثر, ونتيجة شو يصير عندي increase the number of teeth. فشو يصير عندي supernumerary. يعني cleft lip أو البلد بالأحرى راح أتوقع من عنده يكون عنده أما congenital missing أو ممكن أتوقع عنده supernumerary زيادة. تمام, هاي رقم واحد. رقم اثنين, دائما الاسنان الموجوده بمنطقه الكليف راح تتاثر على الفورم. يعني اذا اول نقطه هو النمبر, نمبر 2 الفورم اوف تي. الاسنان الموجوده بمنطقه الكليف حنشوف انه اكو ديفورميتي بالشيب اوف توث, دائما يصير نيرو اب نورمال. تمام, مثلا شوف بيك شيب لاترال انسايزر, واي نشوفها جماعه الكليف ممكن يكون عندهم. رقم ثلاثه وهو النقطه الوارده جدا انه راح ياثر لي على البوزيشن. يعني طبيعي من انه توث جرم متكون وصار عندي كليف او ديفيشنسي في وان بليس, شو حيصير؟ يتغير من موقعه ويطلع في مكان اخر فأثر لي على البوزيشن. تمام؟ رقم أربعة على الارج ريليشن. الأشخاص اللي دائما يكون عندهم كليف باليت دائما يكون عندهم كروس بايت بالماكسيلا, عندهم كونستركشن بالماكسيلا. تعرفون ليش؟ هذول الأشخاص دا
دائما ما يكون عندهم بون فيسوون اوبريشن. الاوبريشن دائما شو يصير عندهم؟ ديفكت سكار تشو. راسا تصغر حجم البلت عندهم. انه شنو عمليه تفشن؟ عمليه من عندي بارت وبارت ونص فراغ يجيبون يقربون البارتات ويخيطون بيناتهم. النتيجه شو حيصير بالمنتصف؟ سكار تشو فايبرس تشو. تمام، هذا الفايبرس تشو سوينا له من البلت. يعني كل ما يريد البلت ينمط الفايبرس تلزمه. تمام، النتيجه شو يصير؟ ينطي ملامح البيشنت كانه كلاس 3. هاي المنطقه عند ديفكت. تمام، هو مو كلاس 3 بالحقيقه، اغلبيتهم مو كلاس 3 بس اغلبيتهم هم كلاس 1، لكن الديفكت والاوبريشنز اللي مجبور انه نسويه للبيشنت بمرحله الاوليه هي راح تاثر على الديفلوبمنت اوف البلت بالترانسفيرس ريليشن. فدائما يصغر حجم البلت يصير كولابس، المعجزله دائما يصير كولابس تصغر. تمام، اخر نقطة ممكن تتأثر، ممكن اشوفها بالبيشنت ابو الديفلوبمنت اوف ليفت بلت اند ليب، يأثر على الانامول اوف توث. دائما الاشخاص يصير عندهم انامول هايبوبلاجيا، يأثر على عملية الانيشيشن وال يعني عملية الابليكيشن اوف ذا مينرالز بالتوث جر، فممكن يصير عندي ديفكت بالانامول ستراكشر ويصير عندي انامول هايبوبلاجيا. فهذا الشخص اللي يكون عنده كليف بلت ممكن يتعرض الى عده تايبس اوف مال اوكلوجن. حشوفوها كلها في فتره عندكم بالمحاضره، مهم معاك. تمام؟ اخر بارت من محاضرتنا اليوم اللي هو another important development and the growth اللي هو التالو. هذا اللسان اللي دائما بتحجون بيه. طويل تحجون ما شاء الله. يعني هذا اللسان مع الاجيال الجديده يعني خير وبركه. لسان طويل يحكي حكي اكبر من راسه عادي، مو مثل ما ايام زمان. شلون هذا ديفلوبمنت؟ صدق الله يستر اذا هذا ديفلوبمنت يخوف. هذا الموضوع والله صحيح، هذول اللي عن هستون الموالدين هم قاعد يطلعون وهم راسنا قاعد يحكون بلا كلام. حنخلص ننتبه. الديفلوبمنت اوف تانك يختلف عن بقيه الديفلوبمنت، انه يتالف الاوريجن اوف ذا تانك فروم ديفرنت سورس. يعني مو يكون سورس، يعني الاوريجن مالته مو عنصر واحد، ثلاث سورسات. الانتيريور تو بارت اوف ذا تانك يمثل لي بادي اوف ذا تانك، والبوستيريور ثيرد اوف ذا تانك يمثل لي البيس اوف ذا تانك. تمام، الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك الاوريجن مالته هو فيرست برينكيال ارش. البوستيريور بارت اوف ذا تانك الاوريجن مالته هو اول واحد الفيرست، الثاني بارت اللي هو البوستيريور بارت هو الثيرد برينكيال ارش. اول واحد الانتيريور تو ثيرد. يعني هذا البارت لو ننتبه للصوره هذه، هذا البارت كله فيرست برينكيال ارش وهذا البارت هو الثيرد برينكيال ارش. تمام، المسلز اوف ذا تانك، انه هو احنا التانك هو عباره عن مسل، هو الاوريجن مالته من المايوبلاست. يعني الاوريجن مال المسل مال الماتيريال الرئيسيه تختلف عن البيس وعن البادي. تمام، طب السؤال واحد ممكن يسأله، يعني هسه اول بارت هو فيرست برينكيال ارش، السكند ثيرد بارت ثيرد برينكيال ارش، يعني ليش مو سكند برينكيال ارش؟ لانه شافوا اثناء الجروث والديفلوبمنت اوف ذا تانك اكو هنا تبو، تشوفون الدائره البيضاء هنا فوق؟ تشوفون؟ هذا يسموه خلصنا فورامن كاكيوم او سيكم، مصطلحين ينقرب طريقتين حسب الدول. يعني هذا الفورامن حنشوف تبو اكو تو تبون اكو فوقات الدائره كيف برتقاليه، شفتوها؟ اي ها؟ اي نعم.
تمام هذا هذا يسموها two lateral swellings lingual two lateral lingual swellings عبارة عن انتفاخين يتكلفون الأوريجين مالتهم من first branchial arch هذا البارت راح يصير growth development حيكون لي first anterior two third of the tongue تمام هاي موقعها دائما شو تكون anterior to the foramen cacium anterior قدامها تكون موقعها تمام تابو البارت اللي ورا الفورامن كاكيوم اكو فد شيء اسمه الكابولا هذا الكابولا والورا هو الهايبوفارينجيال ايمينس هذا الاخضر يا تشوفون هذا الاخضر هايبوفارينجيال ايمينس شافوا اثناء الديفلوبمنت الهايبوفارينجيال ايمينس الجروث مالتها والبروليفريشن اسرع بنسبه الضعف بالنسبه للكابولا النتيجة من يصير proliferation و growth proliferation و growth راح يلتحم قد تشوفون يلتحم ويا البارت البرتقالي الـ second anterior two parts تمام ويعبر الكوبولا فصارت انه الـ origin of my tongue هي الـ first و third brachial arch وليس الـ second تمام اكو سؤال كوبولا هي second يعني الـ origin of my tongue هو second نعم pharyngeal arch فلهذا فبس عنده اي دور خلال الجروث والديفلوبمنت اوف ذا تانك اكو سؤال الله يسلمك اليوم خلصنا جزء من المحاضره الاولى من الجروث يعني المحاضره الاولى مال الجروث الدخينه خلصت تقريبا 3 4 بعد عندي مواضيع اخرى لطيفه راح نفتيها المحاضره بتاعتنا اوراق فاطمه هلا في الاسبوع يا دكتوره يا شنو صديق خمسه هذا هسه بالطريق دكتوره ما